بنصنع اجهزه الامبليفاير اللي هي مكبرات الصوت زي الاجهزه اللي احنا شايفينها مع بعض، بتشتغل في حاجات كتير، محلات التجاريه، كافيهات، المدارس، المستشفيات، المنازل. احنا بنصنع بنسبه تقرب من 70% من الجهاز، بنستورد بس المكونات الاكسسوارز الخارجيه او الحاجات البسيطه اللي بره، لكن الجهاز بالكامل من الداخل تصنيعنا، برد الصوت، ترانس الكهرباء، دايره الكهرباء، كل ده تصنيعنا. الهاوس الخارجي بنتعاون فيه مع مصنع مصري برضه، هو اللي بيصمم لنا العلبه. كابل الكهرباء بنتعاون فيه مع شركة، يعني معظم المكونات احنا مصنعينها او مستخدمينها من مصانع مصري معنا. بنتعاون مع مصانع تانية زي السماعات اللي احنا شايفينها، ده مصنع بيعمل البوكس البلاستيك، واحنا بعد كده بنستلم منه الهوس الخارجي البلاستيك او الخشب او ايا كان، وبنكمل عليه شغلنا لحد ما نوصلها انها تبقى منتج سماعة. هنجرب معانا امبليفاير صغير 180 واط، ده بيشغل معانا لحد اربع سماعات زي اللي احنا شايفينها، السماعة دي 50 واط، السماعة نفسها 10 بوصة، وممكن نعمل تيست سريع مع بعض.